أصدرت النيابة العامة في الكويت قراراً بحجز الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلاً بالأداب العامة عبر حسابها على تطبيق سناب شات. صباح الخير، مساكم الله بالنور. أحب أشكر كل الناس اللي عز... وأنكرت هيا الشعيبي خلال التحقيق التهمة وقالت بأن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول قبل أن تتمكن من استعادته، وهو ما أكدته أيضا في فيديو عبر سناب شات قائلة يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط. وخرج شقيقها الفنان الكويتي ثامر الشعيبي عقب حبسها في مقطع فيديو قال فيه ما أدري أقول لكم شيء، ما أدري أنزل رسائل، بس مشكورين، شر البلية ما يضحك. وكان رجال المباحث في الكويت ألقوا القبض على هيا الشعيبي الجمعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لنشرها مقطعا إباحيا عبر سناب شات. وتعرضت هيا مؤخرا لهجوم شديد جدا، وردت بقولها عبر سناب شات مستمرة في نجاحي والحمد لله، والأصابع ما هي سواها، ناس تحبك وناس تكرهك، حسبي الله ونعم الوكيل، ما راح أتأثر بأحد، دام عندي ناس تحبني، بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع ما أنا. من جانبها علقت الإعلامية الكويتية مي ليدان على أزمة الفنانة هيا الشعيبي بعد احتجازها، وقالت في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب أن الشعيبي أدخلت نفسها في الفترة الأخيرة في عدة أزمات، أنا لن أتصالح معها، أنا عندي خلاف معها من عام 2015، وشتمت أمي الميتة الحين هي نايمة في نظارة النيابة العامة، وأرجع وأقول هي دشت نفسها في مشاكل كانت في غنى عنها، وأي إجراء قانوني ضدها فنحن نحترمه. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة، تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.